عامله ايه يا سما؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ منورنا في غرفه الاهل، وعايزه اقول لك ما شاء الله على سما، طفله جميله وذكيه، ربنا يحميها لكم يا رب ويخليها لك. قول لي سما في البيت عامله ازاي؟ شقيه. شقيه قوي ولا نص نص؟ لا يعني نص نص. طب وايه اكتر حاجه بتضايقكم منها؟ تاخد مني التليفون على طول. طب ما تجيبوا لها تليفون. عندها ثلاثة. الله، وعايزة بتاعك انت. ليه؟ تفتكر بتغير عليك وعايزة تراقب فيسبوكك؟ عشان النت. عشان النت؟ طب ما تحط لها على تليفونها نت. عليه والله. عليه؟ الله، طب ايه السبب بقى؟ بتحب تاخد أي حاجة مش أي حاجة مش بتاعتها. دي مشكلة كبيرة. ليه بقى يا سيمي سيمو؟ عشان بيبقى لي لعب. أنا بحب أخد تليفون ماما بس عشان عليه لعب أحلى من تليفون. أحلى من تليفون بابا ولا من تليفونك أنت؟ من تليفون. تليفونك انت؟ طب وما انت تليفونك خليتيهم يجيبوه لك ليه؟ ناخده بقى نبيعه؟ لا. طيب امال ايه؟ ما تستخدميه. ها؟ طيب يا استاذ ابراهيم، اي وقت تاخد تليفون حد فيكم ابعت لي تليفونها انا هبيعه، تمام؟ ماشي. متفقين؟ مالكيش دعوه بتليفونات حد. ماشي. ده اخر كلام، اوكي؟ اوكي. يلا نبتدي المسابقه. ماشي. عندنا مجموعه العاب هتاخدها انت وسما، انتوا هنا مش فريق واحد، انتوا فريقين، هنشوف انت هتكسبها ولا هي اللي هتكسبها، تمام؟ واول تحدي معانا هو تحدي الصور، هوريك مجموعه صور وحضرتك حاول تشرح اللي موجود فيها بالكلام لسما، وهنشوف هل هي هتفهمك ولا لا. اوكي؟ يلا. ودي اول صوره. اشرح لها بالكلام. سي سما مدوره؟ نازله كده؟ زي كده. كده؟ نعملها كده. هي كده بس نازله كده، عندها كيرف كده ووست. ايه بقى؟ ساعه. ها؟ معروفه الصاروخ، الحاجه الساعه. ساعه. الساعه اجابه غلط. سما. بصي سما مدوره. مدوره ونازله كده. انا بصي سما. سما طبله. ايه الطبله؟ اجابه صحيحه، برافو عليك يا سما، وكسبوا معانا اول نقطه. ويا ترى تاني حاجه هيعرفوها ولا لا؟ بص يا سما، هي مدوره بس طالعه كده. برضو انا لما بتقلل. بص يا سما. ايه ده بقى؟ صاروخ. ايه ده؟ لا بص، ولع. لا قولها بالكلام. نولع بقى. نولع ايه؟ بنولع ايه؟ بنولع ايه في نفسنا عشان تنور؟ بجاز. ايه بقى عشان تنور؟ ايه ايه اللي بنولع عشان تنور؟ بالجاز. ايه الولع؟ لا. ها؟ لا. الغش. الغش. لا ما اسمحش بيه. لا لا فاهمة حاجة. لا ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ ازاي كده؟ جايبة والدك يغش؟ لا يلا الغش. وبكده يبقوا خسروا نقطة، والنقطة الأولى، وهلغي التحدي ده كله. للأسف أستاذ إبراهيم بيحاول يخمني، فاكر وأنا بصة كده مش ببقى شايفة كده. لا يا أستاذ إبراهيم، أنا ممكن وأنا بصة كده أبقى شايفة كده. أنا هدي النقطة لسما عشان حضرتك اللي حاولت تغششها، وارجو ان ده ما يتكررش تاني عندي هنا. ودلوقتي مع التحدي الاخير اللي هو تحدي النيو لوك، هنشوف يا ترى استاذ ابراهيم بابا سما هيعرف يعمل لها نيو لوك بالميك اب ويغيرها ويخليها اموره ولا ملوش في الحاجات دي. ده اللي احنا هنكتشفه. يلا يا استاذ ابراهيم اتفضل. تحب اساعدك؟ شكلي هساعدك، صح؟ انا هساعدك. بص نبتدي دي كده يا استاذ ابراهيم. دي انا دي الفونديشن. ايوه لمي بس شعرك ورا ودنك بقى دلوقتي. ايوه اتفضل. على الوش تنقط، وبعدين ايه تفرده على الوش كله. نقط في كل الوش. ايوه كده. ايوه بس افرده لها بقى ايه على الوش كله. يا سلام، شوف مسكته للوش، مسكة فنان بيرسم لوحة. يا عيني يا عيني. لا ده عشان واضح ان في خبرة. انت عملت ميك اب قبل كده لحد؟ بجد دي أول مرة؟ طب وازاي شاطر كده؟ لا ده بصي، طب والله شاطر يا أستاذ إبراهيم. إيه يا أستاذ إبراهيم الشطارة دي؟ خد يا سما. يلا ده في الخدود. الخدود خد زي بقى. أيوة. كل حاجه فيك. هات بقى، حط لك الخد التاني. لا لسه فيها. لسه فيها. الله الله الله. حسيت في حاجه ما فيهاش. حط بقى دلوقتي الروش.
لا لا ده ايه ده تحفه ده حتى الروج يعني انا قلت بقى وريني كده يا سما. الله عايزاك تشرحينا بتعمل ايه يا استاذ ابراهيم وانت بتعمله. انا اول مره اعمل الحاجات دي والله. ده اسمه ايه طيب انت مش عارفه؟ اكيد عارفه. لا ما هو كل ده ميك اب. ده اي شادو. اي شادو بالظبط كده. اما ده عينك انت متبع اسلوب الالوان الخفيفه ولا الداكنه؟ الالوان الهاديه. الهاديه. انت بتحب الميك اب الهادي زي بتاعي كده. هي دي وناتشورال. تحسوا ان انا مش حاطه ميك. وعشان كده دلوقتي بطلب منك يا سما تروحي تقعدي على الكرسي. جاهزه انت رجعوا عاملين فيا مقلب. سما؟ لا الاول قبل سما، استاذ ابراهيم. اتفضل. قول لي انت شايف سما ازاي دلوقتي قدام عينك؟ مش سما. امال شايفه ايه؟ الارض؟ يعزك يا استاذ ابراهيم. شايفه ايه بجد؟ بقت غامقه جدا. بقت غامقه؟ انت ما بتحبش الغوامق؟ اخسى عليك بتقولها في وشي. تحب الفواكه؟ كده يا استاذ ابراهيم بعد ايه؟ هتحاول تصلح ايه؟ والله. على فكره انا عايزه اقول لك البرونزاش طالع هو موضه سنه 2020. اوعى تقول كده. ده شوف منوره بالشمس فوق. عشان اعرف ايه الموضه بتاعته. طيب لا يبقى ما تقولش ماليش في الغوامق. غلط. غلط قوي. غلط قوي. تزعل ناس كتيرة منك. بلاش كده. يبقى بتحبي الغوامق ولا الفواتح؟ كل حاجه بنحبها. لا قول بحب الغوامق. بحب الغوامق. غلط جدا. الفواتح يزعلوا. ماشي. ايه اكتر حاجه حسيت ان هي محطوطه مظبوطه؟ الشادو. الشادو صح؟ انا كمان شايفه كده. يلا تحب نوريها دلوقتي نفسها؟ ماشي. انت المسؤول يا استاذ ابراهيم. مفيش مشكله. تا 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 يا ماما. ودلوقتي بعد ما سما رجعت لنا تاني سلمى غنمة عايزين نسألك تدي بابا كام من 10 على الميك اب اللي عمله لك؟ 9 من 10. 9 من 10؟ ده ما كانش عاجبك. عادي. عادي؟ متأكدة ولا أنت بتكبري بخاطره؟ عادي عادي. لا أنت كده هتكسبي بابا كده هو هياخد الهدية. عادي. خلاص؟